الكبريت ممكن رواد الفضاء يبنوا خلايا شمسية أو بطاريات بتستخدم الكبريت. سلام عليكم، إزيكم؟ في ال 24 ساعة الأخيرة كمية أحداث مهمة جدا حصلت في الفضاء لازم تعرفوها. معايا النهاردة أخبار حصرية بخصوص المهمة أرتمز 3 وأرتمز 2 وشاندريان 3، بس التفاصيل النهاردة لاستعدادات برنامج أرتمز مهمة جدا لازم تعرفوها. مطولش عليكم في المقدمة. أول خبر معانا بيقول إن شركة أكسيوم سبيس بالتعاون مع برادا هيصمموا بدلات الفضاء لرواد الفضاء في مهمة أرتمز 3. بيقول الرئيس التنفيذي لشركة أكسيوم سبيس إن هو سعيد جدا بالتعاون مع برادا في بدلة الفضاء الخاصة بوحدة التنقل خارج المركبة، وبيقول إن الخبرة الفنية اللي بتتمتع بيها برادا في مجال المواد الخام وتقنيات التصنيع ومفاهيم التصميم المبتكرة هتقدم تقنيات متقدمة ومفيدة جدا، وده هيضمن راحة رواد الفضاء على سطح القمر. سنة 2022 اختارت وكالة ناسا شركة أكسيوم سبيس علشان تبني وتشغل البدلات الفضائية لطاقم مهمة أرتمز 3، وهيشتغل مهندسين بغدا مع فريق أكسيوم سبيس علشان يحددوا المواد ويطوروا ميزات الحماية من التحديات اللي هيواجهوها واللي بتفرضها البيئة القمرية. وطبعا الشركتين عندهم خبرة كبيرة جدا من التجارب والتكنولوجيا المتطورة والدراية بالتصميم، وهيطبقوها دلوقتي على تصميم البدلة الفضائية لعصر أرتمس. طبعا شركة أكسيوم سبيس كانت قدمت أول نموذج للبدلة الفضائية في شهر 3 اللي فات، لكن مع وجود شريك زي برادا فأكيد البدلة الفضائية هتكون أفضل بكتير. عايز أقولك إن شركة سبيس إكس اتعاونت قبل كده مع مصمم أزياء الأبطال الخارقين مارفل، يعني الموضوع ده مش جديد وبيحصل على طول. كمان بالإضافة لشركة أكسيوم سبيس اختارت وكالة ناسا شركة كولينز لتصميم وبناء بدلات الفضاء لمهمات أرتمس، والشركتين متكلفين بإنشاء بدلات فضائية للاستخدام خارج محطة الفضاء الدولية وفي أي وجهة تانية في المستقبل. الخبر التاني معنا، تم نقل الأجزاء بتاعت الصاروخ بتاع مهمة أرتمز 2 على قطار. صرح مسؤولين وكالة ناسا إن أجزاء معززات الصواريخ الضخمة كبيرة قوي وما ينفعش نشحنها بوسائل تانية، علشان كده تم شحنها لقاعدة فلوريدا بالقطر استعدادا لإطلاق أرتمز 2، والمعززات دي هتدعم صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لوكالة ناسا خلال إطلاق مهمة القمر سنة 2024. مع ذلك هيتطلب نظام SLS، النظام ده هو أقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، هيحتاج مساعدة من معززات صاروخية صلبة واللي صنعتها شركة نورث جرومان. وزن كل واحدة من المعززات دي بالوقود بتاعها 720 ألف كيلو جرام. حاليا وصلت القطع اللي وزنها 136 ألف كيلو جرام لمسافة قريبة من مركز كينيدي اللي هيتم الإطلاق منه. بيقول مدير الأنظمة الفرعية للتجميع الأمامي للمعززات ان القطع دي طويلة لدرجة ان صعب قوي ان انت تنقلها عبر نفق او كوبري او اي حاجة. وفقا لوزارة النقل بتقول ان طول القطع دي من 8 ل 15 متر. حاليا بيتم اعداد المعززات التدوير والمعالجة والاندفاع، وقريب جدا هيتم اجراء عمليات فحص دقيقة علشان يتأكدوا ان كل حاجة تمام. حاليا الفنيين في مركز الوقود الدافع وبيقوموا بعمليات التفتيش علشان يتأكدوا ان مفيش اي خدش. عايز اقولك المعززات دي هيظبطوها على منصة الاطلاق عن طريق رافعة تقدر تشيل لحد 200 طن. اخر خبر معانا بخصوص مهمة شاندريان 3. خلينا نفكر حضراتكم في الاول ان المهمة دي هبطت على بعد 600 كيلو متر من القطب الجنوبي للقمر في 23/8 اللي فات، وفي اقل من 14 يوم زودت العلماء ببيانات قيمة جدا عن البيئة بتاعتها. المركبة الجوالة بتاعت المهمة اسمها براجيان. البيانات بقى اللي جاية من المركبة دي بتقول ان التربة القمرية فيها عناصر متوقعة من الحديد والتيتانيوم والالومنيوم والكالسيوم، وحاجة كمان كانت غير متوقعة بالنسبة للباحثين خالص، الكبريت. زي ما سمعت بالظبط، الكبريت موجود في الصخور والتربة القمرية لكن بتركيزات منخفضة قوي. القياسات اللي طالعة في اخر 24 ساعة بتقول ان ممكن الكبريت يكون موجود بس بتركيزات اعلى شوية. لازم تعرف ان المركبة الجوالة فيها ادوات بتحلل التركيبة الاولية للتربة. الاداة الاولى مقياس طفل الاشعة السينية لجسيمات الفا، والاداة التانية مقياس الانهيار المستحس بالليزر، والاتنين قدروا يقيسوا نسبة الكبريت في التربة. الانواع الرئيسية من الصخور على سطح القمر هما اتنين، الصخور البركانية الداكنة والصخور المرتفعات الاكثر سطوعا.
اكتشف الباحثين اللي قاسوا تركيبات الصخور والتربه القمريه في مختبراتنا هنا على الارض ان المواد الموجوده في السهول البركانيه بتحتوي على المزيد من الكبريت بالمقارنه بمواد المرتفعات المشرقه. الكبريت بيجي من النشاط البركاني بشكل عام. بتحتوي الصخور الموجوده في اعماق القمر على الكبريت، ولما بتدوب الصخور دي بيصبح الكبريت جزء من الصهاره. لما بتقترب الصخور المنصهره من السطح بيتحول معظم الكبريت اللي موجود في الصحارى لغاز وبينطلق مع بخار المية وثاني اكسيد الكربون، بس بتفضل نسبة كبريت في الصحارى موجودة جوه الصخور لحد ما تبرد. والعملية دي بتفسر لنا ارتباط الكبريت في المقام الاول بالصخور البركانية الموجودة على القمر. لازم تعرف ان قياسات المهمة تشاندريان سيريل الكبريت هي اول قياسات تتعمل على القمر، ومش ممكن نحدد كمية الكبريت الدقيقة لحد ما نخلص معايرة البيانات. بس لحد دلوقتي البيانات بتقول ان تربة المرتفعات القمرية القريبة من القطبين الشمالي والجنوبي تركيزات الكبريت فيها اعلى من تربة المرتفعات اللي عند خط الاستواء، وكمان اعلى من التربة البركانية. فدي النتائج الاولى اللي بتدي الباحثين رؤية جديدة عن كيفية عمل النظام الجيولوجي. طيب تفتكروا قياس الكبريت مهم قوي بالنسبة للباحثين ليه؟ لسببين. السبب الاول النتائج دي بتقول ان تربة المرتفعات عند القطبين ممكن يكون ليها تركيبات مختلفة المقارنة بتربة المرتفعات عند المناطق الاستوائية، واكيد الاختلاف التركيبي ده جاي من الظروف البيئية المختلفة لان القطبين اشعة الشمس المباشرة اللي بتيجي عليهم قليلة قوي. السبب الثاني النتائج بتقول ان في المزيد من الكبريت بطريقة او باخرى في المناطق القطبية، وممكن يكون يتشكل من الغلاف الجوي القمري. وفي احتمال تاني بيقول ان الكبريت الموجود في القطبين نشأ من الانفجارات البركانية القديمة اللي حصلت على القمر، او من نيازك اللي ضربت سطح القمر. بالنسبة بقى للمهمات الفضائية طويلة المدى، لما فكرت بعض وكالات الفضاء ان هي تعمل قاعدة على القمر قالوا ان ممكن رواد الفضاء وروبوتات ان هم يسافروا لقاعدة القطب الجنوبي لجمع ومعالجة وتخزين واستخدام المواد الطبيعية زي الكبريت الموجود على القمر، يعني استخدام الموارد للحصول على الامدادات زائد قضاء المزيد من الوقت والطاقة في الاستكشاف. باستخدام الكبريت ممكن رواد الفضاء يبنوا خلايا شمسية او بطاريات بتستخدم الكبريت. كمان لازم تعرف ان الخرسانة القائمة على الكبريت ليها فوائد كتير جدا لو جيت تقارنها بالخرسانة اللي بنستخدمها هنا على الارض. الخرسانة القائمة على الكبريت بتبقى قوية في خلال ساعات، مش زي اللي عندنا هنا اللي بتاخد اسابيع، زائد ان هي مقاومة اكتر للتآكل وما بتحتاجش مية في الخليط بتاعها، فكده رواد الفضاء هيوفروا المية الموجودة للشرب وانتاج الاكسجين علشان التنفس وصنع وقود الصواريخ. في حين ان في 7 مهمات حاليا على القمر سواء على سطحه او حواليه، لكن منطقة القطب الجنوبي بالذات ما اتدرستش كويس. علشان كده قياسات المهمة الهندية الجديدة هتساعد الباحثين على فهم التاريخ الجيولوجي، واللي اكيد هيساعدنا في المهمات اللي في المستقبل. لحد ما خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط. والسلام عليكم.